الموت حلوه جدا. كل سنه المنافسه بتبقى اقوى من السنه اللي قبلها، والسنه دي كانت المنافسه اقوى. سنه كل سنه بشارك منتخب مصر، كل سنه بشارك، فالسنه دي كانت اقوى من السنين التانيه. منتخبات كتيره بقى فاجئتنا بمستويات جديده ليهم. البطوله كانت حلوه، التنظيم بتاعها كان جميل، المطالع كانت جامده جدا. هي دي الصعوبات اللي واجهتني، يعني اللي هي المطالع نازل مع الجو، بس هي حلوه. يعني بتمرن في اليوم طول ايام الاسبوع، عندنا يومين اجازه. العجل بيبقى رد، وبيبقى ليه تجهيزات طبعا معينه، يعني زي مثلا من طبعا لازم نشيك على الفرامل وكل حاجه فيها. يعني كمان اللعبه انك عملت حاجه، اللي هو انا لعبت عمت، بعد كده ركبت عجل، بعد كده جريت، فاللي هو عملت حاجات كتير. الصعوبات ان انا النهارده كنت بلعب وايديا كانت وجعاني جدا، فما كنتش قادره، كنت وجعاني كل ما اجي انقل برفع مثلا الدوبل بنزله، كنت بتوجع جدا. بس انا كنت عارفه انا عايزه انزل بطولاتي وعايزه اعمل حاجه، فان انا نزلتها والدكتور كان مانعني منها. مجهده جدا وجدا والطويل، هو في كمان يعني حاجات بتبقى سبرنت وحاجات سوبر سبرنت، فتبقى متعبه. وكمان احنا في الجونيور كانت النهارده حلوه جدا، وكنا متفقين ان احنا يعني زي ان احنا اللي هو ما نعورش بعض ما نخبطش بعض، كانت حلوه جدا. ومتفقين في اكتر ان انت بتناس ان مثلا احنا كلنا من مصر، لو مثلا ايفنت كله من مصر اصلا كلنا نفس المنتخب، عارفين بعض، عارفين ستايل اللعب بينا. بس لما بتكون ناس من بره لا، انت ما شفتهمش قبل كده ومش عارف ستايل لعبهم، فبتاخد ستايل جديد عنهم وبتاخد فكره جديده. المفروض قبل ببتدي اعمل حاجات معينه، بحمل حمل معين، بخفف حمل معين، نفس الكلام في الجري والسباحه والعجل، كلهم زي بعض. في اصلا مش لعبه صعبه، هو لعبه محتاجه تحمل، محتاجه شده تحمل، ولو حد عايز حاجه بيوصل. يعني انا كنت عايزه اني احقق وصلت. بتمرن الاسبوع كله ما عدا يوم الجمعه، بننزل الصبح الساعه 5 الصبح، بتمرن في المقطم، بنتعب كتير، ولكن احنا في الاخر بنوصل لمركز ثاني. انا كنت في السباحه طالعه الاول على السبق كله الحمد لله، ولكن في العجل انا لسه بادئه من 5 شهور، طلعت الثانيه، والجري كنت في الثانيه.